ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى آخر الدرس إن شاء الله تعالى. وحنكب الله بينا آية أفرتني أفر إلى آية كنتني تضبا من سورة الأعراف. آية داهوري وحي أهيد ددك جنة دي بيقلين ونزعنا ما في صدورهم من غل حقدي أي سقة بين قلوب طوضوا كسروا على ليهي تجري من تحتهم الأنهار خاص طوضا وداره هذا إيو بيره هذا نحضا ضوا حاسعون يواديال نوع يكل دونة. الله بيكم هديين وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا إلهي ثوابكم وددي سنوهنوني يا مهاتسن وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هدان الله نهنون الله إنكم هنونين. لقد جاءت رسول ربنا بالحق ودب حق بيت السوشي نوكين وهبال وندو أن تلكم الجنة جنة داسي أريد ما وإن دحل سييبو ألي لعمل كات سميسين جنة دي مركة مركة لغوك لحرودي نارتي لك لقالي ونادى ويد واقي أما ويد واقي أصحاب النار ونادى ويد واقين أصحاب الجنة جنة أصحاب هذه أصحاب النار ويد واقين حير هذين أن قد وجدنا أي قد وجدنا موحي كل واقين وحوي قد وجدنا وانه هلي هدان إهل الجنة هناي ما وعدنا ربنا رب يوث نوب اللنقاري حق قنبان أهلي وحي داعده إيمانك أنه قب اللنقاري واهلي. فهل وجدتم مهشين ما وعد ربكم رب يوث إذن به يبوهي باللنقاري حقا نبهان مهشين oo kufrin limada iyo gaalnimada aad la timaadeen wuxuu Alla idin sheegay ciqaabta ahay. Qaaluhu waxay leeyihiin nacamha waa hal libeleyhi waxa weye sidaas meesha markaa jannada iyo naartu way isku dhow yihiin oo waa la iska arki karaa. Adu wax isaga gudbiyaa jira wayna is arki karaan dhawaaqa wax kala gudbiyaa jira waa kan telefoonadii waxaanu dhanba hadda adduunyadu aad u kala fog marka mees kastaba in kastaba ay isu jiraan waxa weye waxba u kala gudbinaya wayna arkayaan gudaha way is arkayaan qolo waliba marka waanu helay bay yidhaahdeen wixii Alla noo ballan qaaday idinku ma hesheen haddii helu naar ka tihiin nacam bay helu naar an qad wajadna anta waxaa la yidhaa mufassira waxa weye wax qowl macnihi leh laakiin xuruuftiisi aan lahayn hadduu xagga hore mara anta ka daba timaada mufassira la yidhaa oo waxay ku dhawaaqeen baa wuxuu yahay qad wajadna dhawaaqa laftiisi baa qad wajadna wanaada mufassira mukhafafa min athqilan waa laga dhigi karaa anhu wajadna ونادى ويد واقين أصحاب الجنة جنة صاحب هذه كوي جنة ملازمين تكوها أصحاب النار النار أصحاب هذه ويد واقين سيد واحد عي وكل الله جور ثمية أم وجدنا أي قد وجدنا وأنه هلا بيكون واقين وأنه هلا أنجو ما وعدنا وح نوب الله قال ربنا رب جيو حقا نبأهم بأنه هلا بالإيمان والطاعة ونوب الله قال فهل وجدتم مهشين ما وعد ربكم ربك وحيدين بلن قاده حقا نبهان موهشين بالكفر والمعاصي وإذن كبا لن قاده وإنه إذن عقابه يا قالوا وحيده النعم ها هو أنه الذي فأذن وحا نواقي هذا هو نواقي دونا لكن الله سبحانه وتعالى وحبك مدن بيان ويدعين وحد عيوي وحكمين هذا هو حقرا فأذن هو نواقي مؤذن من نواقي بينهم لحظوظة أهل النار كأيه أهل الجنة اللعنة الله أي لعنة الله لعنة اللبع على الظالمين الظالمين تدشوا ذا بكل واقية أنت نواتي وهرؤك لو مفسرة فعل معنيه فعل معنى قول وحل لكن عن حروفتي لهين أنت كذا ودع على مفسرة بالي ووحن وحن اللي قلنا واقية مؤذن كل واقية ولعنة الله على الظالمين أن مخففة من ثقيلا ولا قد يكره سدى وقوم فأذن وحاد واقي مؤذن مد واق بينهم لحظة وملك ألا أدي بي اللعنة الله اللعنة دا اللي رحمة كديرين تا على الظالمين الظالمين تدوشوا دهاتو ظالمين تواقوه الذين كوا يسدون كدوي كهر جوك سدي ذاتك عن سبيل الله إلهي وددي تكهر جوك سدي ويبغونها ودد اللط البي عوجا قلوع لد البي وددي انت عايريين بي وحفالهم كسو ساري وددي بي عيبيين وهم يقون بالآخرة آخرة كافرون وكقالون مركا يسدون وحاوية سدودا هذه مثل كده النقطة وحاوية لازم بين نقطة يسدون يجا كجيت سدي هذه يسدون مثل كده سد النقطة واجهدين سد يسد سدا واجهدين وي هذه مثل كده سدودا يهينا واللازم وحاوية يجا كجيت سدي لبدو أنا ما يسوي كتيران
وكوي ظالمينتو شيخو ما كوي كحكمان الذين كوي يسدون كجيت سدي دتكنا كجيدي عن سبيل الله ودد ال كجيدي ودخدا اوجوك سدي ويبقونها طريقته اما ودد ال لدلبي يوجن قلوع لدلبي وحفور كسو ساري سخن او ودخيي وهم يبنوا بالاخره اخر كافرون كجالو وقوا وبينهما جنات النار تدخدودا وها حجاب 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 وحباء اللحية وعلى الأعرافي حجاب كدشيس أعراف وجمع عرف وماشى مرتفع علينا مركا على أعراف الحجاب حجاب كدشيس سروحاء خجال رقباء دمر نوي كتراني يعرفون قرنية كلا كلا أركو إلو جنيه إلو ناركا بسيماهم على مدودة كو قرنية إلو جنها وحالو كو قرن وشيغ النورية إيا حبنها قرن إيا إندها قروح دبادن إيا نور كالو قرن قلادة كلان وحالو قرن إندها عقارن يوجيغ مدو يفالح مدي أيان درهدا يالو قرن حجاب كاسوا الصور كي السور لحظوظ الصور بو لغن تاي كردبا قلين إلهي صور لحظوظ لغا حجاب كاسوا الصور كاوان مركة صور كحق الشيشة جنة دي باكاة حقا هوسانا وحاكاة نارتي باكاة وي مركة أعراف الحجاب وي واتك أغفي عني وحاوي أعراف الحجاب حجاب كدشيسة رقبا فوشن رجع سواقوه وحال إذا قوم قصرت حسناتهم حسنات كودي وحيسلاك كادي هرتا استوت حسناتهم وسيئاتهم دم بجودي يطلع عضو دي بسلاك هاتو وأنا مؤمنين الجر ما كان نار تين الجلان وحأودي لي حسنات كبا ماشين يال جنة تين الجلان وحأودي لي سيئات كبا ماشين يال هل كاسي توجا ما كان الله سبحانه وتعالى لنا الجنة وفجح دونا لنا سيء في عنانتها حق من كنت من ولكن عبر قادة شوي وبينهما جنة النار تلحظة وحاءة حجاب لسباء أما الصور حاجز باء وعلى الأعراف أعراف الحجاب حجاب كدشي سنة وحاءة حجال رقباء يعرفون قرانا يا كلا كلا أركو إلو جنيه إلو نار كبستمام على مدونة كو قران افتينك يا النور يا قرح يا بشبش نمد يفرحد كو كلانو حيكو قران وجي عقا رانتي وجي مدوباتك ونادوا الدواقيان رجال الأعراف أصحاب الجنة جنة صاحب الذي دواقيان ما هي دي أن سلام النبتجلية عليكم دشي نهاات هو دعاء أما أن سلام النبتجلية عليكم دشي نهاات الله إله بقى عظم النبتجلية هو خبر والنبتجلية ليكوا بس دعاء ويكون تمرك السلام عليكم النبتجلية دشي نهاات الحمد لله رب العالمين وي. لم يدخلها أهل الأعراف كاسي ما أنا يجني جنة وهم يبون يطمعون ويهجينيه رحمة الله بالله كير مركة أركين ويهجينيه قولا سيكا لكو التفسير سوى حيراني رجال الأعراف كو حوي وشهدتي أنبيتي ملائكي وكو سيداني مركة كو أيليه مركة لم يدخلها مركة وحي نقن إهل جنه ولي جنة مرقلين بين الله هذه اللي إلى هذا رجال الأعراف وأنبيو أما وشهدو أما وملائك هذه اللي إلى هذا لم يدخل هذا وحين نقول إهل الجنة إهل الجنة دبتها ولجنة ما قال لكن هالشيء كقبة مركب تفسير كهراء وانا إن شاء الله كدينينا ونادوا يودوا واقين أهل الأعراف كي أصحاب الجنة جنة الصاحب بدر محيي لهذين أي سلام سلام النبت جلية عليكم دشينا وأن النبت قشين لم يدخلها أعرافكم رجال الأعرافكم مجن جنة لم يدخلوا فيها وهم يجون يطمعون ويفجينا في الجبة ذنبك قشرته وإذا صرفت مركي اللول فيه أبصارهم إن دهو دي أرقوضة تلقاء أصحاب النار نار تا أصحاب تيد الجهاد إذا مركي اللول فيه قالوا حيث لها يا رجال الأعراف ربنا رب غيو لا تجعلنا هنقيين مع القوم قومك الظالمين يا ظالمين تها إلا أقوى النار تقليها النقدر مركي إلو جناح أرقوضة صداء النوران خجع قليس أو برواقضة إلي الله الرحمة ديسة يفرجك قليسة إلو النار كمركي أركان ودوران ويقفع ميان إلى وقوها نقدر بإليه إذا صرفت مركي اللول لحيو أبصارهم أرق قوضي إن دهوضة تلقى أصحاب النار النار تا أصحاب تيد الجهد ودى مركي اللول لحيو قالوا وحيدها يا ربنا رب غيو لا تجعلنا هنغييلي مع القوم قوم كي الظالمين إقردها فوا النار تقلي ألو هنقل ميدك ونادا وإن دواغي ماشا دواغي بدن باكرة أصحاب العرافي أعراف كقول صاحب بذا هذا في أعراف كجوجي رجال الرجب والنواقي يعرفونهم أي قرن يان بسمهم على مدى ذكوا قرن يان وقال لمدي باكم مقنيسة على مدى قال لمدي أهل النار لمدى كم مقنيسة قالوا رجال الأعراف وحي أرن يان
ما أغنى محيد كدقيق ماذا هداد استفهام كدكتو ما شيجبو أغنى إذا كدقيق عنكم حجنا جمعكم جماع عجيب في نفرها بناء يواتي كنتم هذا تستكبرون وكبركم وين معنا جمعكم وكبركم وين وماذا سين وحين كدقينا ماذا ذنب ومستري وين أصحاب العراف أهل النار كيف جرنايا على مضادي يفعل حمدي بكو جرنايا وروحي أدونك أتكون رسي يلان ديران نمدي جنودي أتشيغن تبتيني كبرتين أضع علي عبادتك كبرتين عيدين ترين وما ذو حوي استفان بان كردقنا هدينا في اللي قدانا وحوي ما أغنى إذن كمد يغن عنكم حقين جمعكم جماعة ترادة بضنين إيا وكونكم هانتين تستكبرون أتكبرتين وما كنتم تستكبرون كو كبري آذها إذن وحوى إذن كمد يغنون مركا دي جواب ملي مركا محيو جوابان ملي أهؤلاء كواسي سوماها الذين كوي أقسمتم أتكب دارين شرتين لا ينالهم إنون ألا قارسينين بالرحمة الرحمة قارسينين يقال لهم لو يري ادخلوا الجنة جنة قلا لا خوف عرسي عليكم دوشي نماها ولا أنتم إذن كتحزنون من مرقون نساء مركا وحوية دكي كوا كبير سناء يا أدونك كو كبير سناء دكي مساكين تهاي لهاي وموحنا دين نوضوه الرينة وموحنا نقصي مبضل كون في إلهي الرحمة ذا كجدك أنا جا كرتي مبذني سو كون جنة وذا قال الدبالنا يا ما يجي ولي النار كبا يا الله يا شيخ كذي هؤلاء كواسي الذين كوي سوما سلمان الفارسي رجع ساكم إذا بلال الحبشي سدا سوكله أقسمتم أتكون دارين شرتين لا ينالهم الله الله إنه نسينين بالرحمة الرحمة إنه نسين وسو كون ما جنة ذا قال يقال لهم لو يري أدخلوا الجنة جنة ذا قال لا خوف عبسين عليكم دوشين ماها ومستقبل كعبستان ولا أنتم تعزنون كو مرغون أيضان هين ولا أنتم إذنكم متين تعزنون كو مرغون سوكوا ماها وكوان مك ونادا وإذا واقع مركوضة أصحاب النار النار أصحاب تالي أصحاب الجنة بأول واقع ويقوستين مركا أن أفيدوا كسو شبا علينا دوش يدا من الماء بي حقود نقصو شبا بيادة ستان أو مما كي قار نقصو شبا رزقكم الله alla idin ku arzaaqay markay gaashadii iyo oonkii iyo wax waliba ka bataan bay qaraabadoodi bay leeyeen qaraab aan lahayn jiray bal aan qaraabadeedii la hadlo qaraabiga jannada gashay warbiyaha wax naga siiyo nagu soo daadiya warriiqiga wax naga siiyo waa baabaanay arwaasida feeleen wa qaraabadoodi bay u cabanayaan nadaa way dhawaaqeen wayna dhawaaqayaan ashaabu naari naarta ashaabteedii ashaabul jannati bay u dhawaaqayaan maxay dhahayaan an afidu ay afidu kusoo shuba علينا دوش يدا من الماء بي حقود مغسو شبا يعني بعض الماء او مما في قار نغسو شبا رزقكم الله الا اذن كو ارزاقي قالوا اهل الجنه حيليهم ان الله الا حرمهما شراب كاي رزقك وك حرام يلي على الكافرين قالت وشراب كاي رزقك جنده قالت الله وك حرام يلي سبحانه وتعالى مد دمنيا اول بي كو هوستيو اي قادن وايه انت لو سو بندغي بي قادن وايه marka waa ka haramoon markaas waxay leeyeen culimada qaar ka waxa baahida ugu badan biyaha ugu qiimo badan markay baahi timaado biyaha umba ugu horeeyay bay dhahay marka aanu naarkii biyay dalbeen biyaha nasiye ilaahay iyo rizqiga kalmadba waxa nooli kartaan qalo marka waxay dhahayaan qolada muuminiinta ah ilo jannahu innallaha alla harramahuma wa ka haramiyan ala kaafirin qalada humaad waxa way wa biyaha iyo rizqiga way qalada laga haram yeleey waa kuwe الذين كوا اتخذوا كي شيء دينهم دين تودي لهوا وحلقوا مسخولا ولعبا عيار يدل دل بكي يشين وغردهم وحاكوا كدسي الحياة نولشي الدنيا اقابني دينتي لسي دينهم وحلولي دينتي لسي انا يكون نقمان لسبي يجاس جاس يعيار ابدلي وانت يدين عقل لحنين يوحن دينهين وقال لما وعياره جاس جاسا يوبحن مركز دين تودي بدل دل كي لكي دينتي إن يكون دقمان لسبي في الدلال وقبحين وين الذين كوا يقالدوا اتخذوا كي يلي دينهم دينتو دي الله وان مشغول وحلقوا شغلهم لقوا مدداشوا ولا عبا عيار عيار وغردهم وحاكوا كدي سي الحياة الدنيا نولشان لو إن حالة سيدة أهم بالمودل بركي دينتا كود الدليان وعيبين ايان حالة دوني سيدة نسكا أهم بالتان بركي الله وحوري فاليوم مانتا ننساهم وان كغتا جينا نار تدحدينا كمان نصوص سيدة أغتا جين لقاء يومهم ما أنت لكلن كذا هداتنا ما أنت إنا أعمل فلان سدى أقطع جن الله وحمد الله سبحانه وتعالى بركوا وحال إلى هذا مشاكلة كمان نسوس سدى أو إلا بين بينهم مركن ننساهم نتركهم في النار
نارتان كغتغينا مدنينين كما نصوص سيداي اغتغينا او إلوبين لقاء يومهم مانتا لكولن كده هذا يتنى وين مانتا لكول مي انتهي كتغين بين عمل كده الله يمنين عمل حلي مادي وما كانوا إيا أهان شهودين يجحدون أي دينين بآياتنا كما نصوص وحيكو عطفنتا وما كانوا دو كما نصوص وحيكو عطفنتا معنوه وحنقن إيا وكونهم أهان تود جاهدين أيهم بينهم وما كانوا إيا وما كانوا أهان شهودين يجحدون أي دينين بآياتنا أيدها يجا أي دينين مركا كما نصوص وكما كانوا معنو ساسو نقن يوم مركا ميشي أهل النار كي لبكا ساهيسا الله وحليه أهل النار إلا نقضوا مبا أهين با محايلي وهو البال لو عدي سبحانه وتعالى مركا وح خلطاني مجري وهو البادو واضحة تنكي قال لماذا يسوقوا دورتي واسدي ولقد جئناهم دتكا قال لماذا دورتي وحان أولاني مدعون أكيني والنبي الله محمد لو قدي بكتاب كتاب فسلناه أن عبديني على علم منا علم حقي أنا أنكو عديني يعني علمي أنيكو حق قال أن عديني هدى حالو هنو يهي كتاب كاسي والرحمة الرحمة يهي لقوم قوم يؤمنون فمي يوهنون يا رحمت بيا مؤمنين تو ياي تدك كلا قل له ده هنون هو حال هاي وانا يكون دغم مرك قوانا كون انتفاع بالليل الله سبحانه وتعالى تدك قال لماذا قال جهل مجين وحوي الله سبحانه وتعالى وحان أدرى رسول كتابا ندي بأحوال بمسالح ذو ضرن يسيدي ألا لو عابد لها أكل عديي كتاب كاسو الرحمة كتاب كاسو الله سبحانه وتعالى علم جيسي وأسوا حمباريي علمي قلوا قد نقمي لها فالدين ولقد جئناهم وحانوا أولنم هو حق ديدي هاشا بكتاب كتاب كاسو فسلناه أن كلا عردين وكلا دقدقنا على علم مع علم أغان ومنا حق يكاهاتي والله شرح هدى حالوها نويهي كتاب كاسو ورحمة الرحمة يهي لقوم بوهنون يا رحمة يا قوم يؤمنون الرمية كواسو الرحمة دي دبتا يدون نقضي كوة ديدي عداء خسارو كن نقضي هل ينظرون من يسوع يعني هذا حق الدين إلا تأويله قرآن كتفسير كيس مويان تأويل كم يعني ما يقول إليه الأمر إلا تأويله قرآن كحال يسوع ما شاء إلا إن الجاران مويان مرك معنوه هو قرآن كوجه شيء ذي فسر كيس بائمان أو قرآن كأنت النبي بتشوف عليه سلامة وسلام قار فسر ما يباشره آيات بدنه فسر ما يباشره وهو المؤمنين تسي سجود دوبانيين سيد جوش الرعيس آيات بدنه بفسر ما أول قدر غمي marka qaar aan wali fasir min baashire oo la gaari fasir koodi waxa weeye wixii qiyaamaha ku saabsanaa in aakhiru zaman wixii ku saabsanaa waxa soo dhawri tafsiirki ma inaan gaarin marka waxay sugaan ba Soomaaha quraanka tafsiirkiisa inay gaaraan quraanka wuxuu sheegayay inay gaaraan Soomaaha oo qiyaamadii waxay sugaan soo waxa ma haday xaq diidan xaqay ku socdaan hal yan duruna miyay sugayaan illa taawilahu quraanka fasiraadiisa mooyaan yaani quraanka aaqibadiisi dambe wuxuu sheegayay inay gaaraan mooyaan يوم ما لياتيو يمادة تأويله قرآن كفسر كيسو يماده قرآن كوحو شيغي يمالتو يماده ولي يقول الذين كوحو حيرانا ينسوه قرآن ككتغيو إلوبي من قبل هريو إلوبي قد جاءت ويناتمت رسول ربنا ربك يرسوشيسي بالحق حق بينو لي مادين مركة تاسوان أغاني فهل لنا من نوسقنا ذي من شفعاء وحنو إرقيان وفيشفع لنا الله نوغو إرقيان أو نرد من العلم وفنعمل أن عمل فالله غير الذي عمل في غيره كنا انه نعمله هو عمل فلا امرك اساس الى هذا الكلام يان اوغاني وخي رسوش لا يمادين وان اوغاني وا حق لكن هذا فرصه من لسينا يا يوم وح ارغوه نو هليسا ما جرى ديبس من لو علينيا حتي انه عمل في عن انو كان وما لين تي تاويل كقران كو يماده وخي قران كو شيغي مالينتا لا غاره وي وما لين تا قيامه يوم ما لياتي ويماده تأويله قرآن كوحي الشيغي يماده فسر كيسي يماده يقول وحيده الذين كو ينسوه قرآن ككتغي أو كعمل فلواي أو رمين واي من قبل هر قد جاءت وين ناتمت رسول ربنا ربك يرسوشي سي بالحق بينه لي مادين فهل لنا من نوسقنا دي من شفعاء هو إرقيه أو الله نوله الله أو فيشفع لنا هنو إرقيين أو نرد من العلم فنعمل أن عمل فالغير الذي عمل في غيره كنا انه نعملك هو عمل فلان عمل وناكسن لن مادنا الله وحلي قد خسروا وحي كو خساره مفصوم نفطوني نفطوني وحلو تروي يعني خساره وحلي لا وحي ان وحبك ترين واد كو خسارتي نفطوني ما بدبادين نفط لفتي دي بي واي او وي خسارتي نفطي با بعدي عذاب بي قشي قد خسروا وحي كو خساره نفسهم نفطوني وضل وحاكلمي وميلو غليبه اي وايين عنهم حقود وحاكلمي ما شيغي كانوا اهين يفترون كو بير ابورتا وحي اي عابدو جيرين
oo wayno ergeen dhihi jireen oo wayno naxariisan dhihi jireen waxbayna tarayaa dhihi jireen wixii uu bakalumay marka waxa weeye hadii uu jamaad ahaana maba jiraba hadii wax noolaha jin iyo malaa'igii waxa ahaana waxa weeye way ku waxa nimaydan caabudi jirin bay leh anagaba ma ahayn kuwa caabudi jirin idinkuma iska sheegan jireen warba idinkama haynin bay leh uma kunna naclamo maba ogeyn bay leh ii dhahayaan وضل وحا كلمي عنهم عقود ما شيغي كانوا أن يفترون كوو بين أبورتا وكلمي ميلو قليل لمه إن ربكم خبقين الله وي الذي قال له خلق السماوات السمد أبوري والأرض أرض أبوري في ستة أيام لحم الموت ثم استوى الله وحو ككر نقضي على العرش عرش يسو ككر نقضي يخشي الله وكد بولا الليلة بينك النهار مالين تكد بولا maalintan habeenka waa lagu daboola ta kala waa iska garan yadlubuhu habeenku u dalbi u raad guri nahaarka xasiisa si degdeg u raad guri ma kala harsanka isku haya waxa weeye sidii maalin cadiin loo joogo habeenku ku soo galay habeenkuna waa sidoo kale wa shamsa qorraxdana alla wuu abuuray wal qamara dayxana wuu abuuray wan nujuuma xidigahana wuu abuuray musakharaatin xaaluhu alla socodsiiyey oo maamulay oo sahlay biamrihi amarkiisa iyo maamulkiisa وكل سهل يقول الله سبحانه وتعالى وحليه الله أديدنته أو أدوح بربر لجيساني والله سمدي أرض أبوره لحم المذبوق أبوره بعد وقال الله سبحانه وتعالى وقت كما قادتين هل دقيقنا كما قادتين أبور كودين إنك وحاوي إلا إن بري وحتى أنك إن أمورت إلا كلا دنبيسي إنك اللي إن بري بالك بدك الملائكة سيئي وأركته مركا أبور كسيد إلا الملائكة هدي وحي والله صهر لقوه waxa weeye waxba ka fahmi maayaan si malaa'igtu habka loo abuuray sida ay u aragtay wey waxaynu nidi waxa weeye waa axada isniinta talaadada arbacada khamiista iyo jumca aakhiru yowmin khuliqa waxa la abuuray nebi aadan baa u dambeeyey jumca la abuuray baa leh ha ahaatee sabtida waxba lama abuurin waa ka yahuudi yidhaahdeen sabtida allah baa nastayo ciid baan ka dhiganayna waa ka yidhaahdeen marka Allah subhanahu wa ta'ala de suratu hai suratu fussilat wa ka sida ma qudka iyo sida loo kala raaciyay wa ka halka lagu sheegay waxaanu nidi sumastawa ala al arsh waxa weeye istiwa ala al arsh quraanka 7 aayadood ba sidaas sumastawa ala al arsh hal aayad ba sumastawa ala al arsh ar rahmanu ala al arsh istawa iyo sidaas oo kale iyo sidaas oo sumastawa ala al arsh waxa weeye 7 aayadood arshiga استوى هذه على لغة طلابية واستفاء استوى على العرش و لغة أهان مركي اللي جاهده إلى هذه لغة طلابية و قصد ثم استوى إلى السماء هذه أن حرف لغة طلابية و كامل نمو و كامل نمو ثم استوى مركا وحين لا نهي على العرش و بس إذا كو أول مين لو مباهنا مليهن ألا جهام ملئي جهام مجير وحابا لو مباهنا وحوي وفضل نمو ويان انت صار ارتكاليا كدينين وقل يا هدي هذه ما الا جهه كشغيسا لفظ جهه بلا استعمال ما يهرت الهي جهه جرابه لما الهي استوى على عرشه سي سغو عنت وي خلاص سداها كبدل هدا تلاهدو استوى قلبه وقهره هدا تلاهدو هو استوى بشر على العراق من مجوسا وقبيس استوى بشر على العراق هدا تلاهدي الا جسم بوليه يهي جهه جرايو سداسو كلا ويو سداسنا وخطرت خطرتين التعليل والتمثيل لما رأيسك إلى التعديل وحوي صفدي الله شري قد بنانك ودي تود بابيسي تمثيل نواء الله الصورة يجهاء يؤذ كل شيء تقول لما دام منا بالله مبا قرآن كريم كي حديث رسولك مركي الله تلمام يان وحوي مركي تلمان تيس لا شيء غي الفار ذا كريم وانا قوم بالله تريا مركي الله لا نزها ينا وحوي سد الضوم بالله نزها وما جرى هذا قرآنك إلهي جهنم لا جهنم جرى من والبوش قرآنك ما جرى هذا لا سلام ما سلام ما ميرا وحليلا منزه عما يقولون بقران كله مرك الله ما بانين إلى جهولة يجهم لا يكن يكيك لي اتصال وحاب الله ما بان محل هذا استوى على عرش سيدي ما مالجيري الاستواء معلوم في اللغة هو الارتفاع والكيف مجهول والسؤال عن البدعة ها إلى هاي سيدو عرش جيس مستوي وياه إلا يس سؤال أيوة في العلم وملعون قف كسداي له سيد عرش جيس استوى وياه عرشك استوى بما تشير قوليها إلى هذانا وخطر يقنا ما حين كد لينينا إن ربكم ربيين الله ولي الذي قال له خلق السماوات السماء أبوري
والأرض أرضها أبو ريفي ستة أيام لحم الموت ثم استوى الله وحكر نقضي على العرش استواء يليق به يغشي الليل هبينك وحكضب ولا النهار مالك ويغشي النهار الليل مالك وحكضب ولا يستجر السماء هبينك مالك وحكضب ولا مالك هبينك وحكضب وميل هبين شوقه بمالين شوقه ميل مالين شوقه هبين بشوقه يدلبه هبينك مالك وطلبي ودبقري حسيسا سيدك دقهن دالس لهين والشمس قرحة نالا وو أبوري والقمر الضيح يو النجوم حدقها مسخرات حالة سهلة سعود لو سهلة يتصرف يفلق ويدح سعودان كل في فلك يسمحون بأمره إله مامر في سي إرادة دي سوكو سهلة مركا ما يشوح علي نوصف بردق يا الله قدر ديس الله هل عابد لليه والله تصرف في السداية حد السداس يا أهو لبربر لي كراوي وحسيدا يلي كراو لبربر لي كراي واسد انتي إله نمشي غتي مجر هل نينو كليه كهد لي أنا خالق السماوات والأرض بانه هل قفه يدي مجر وحكوه سيوم بشيغن فرعون بأقول لثنائه وحوي مصر بان حكومة بود أنه مصر بان إله كآي بود وهذه لا نار تحتيب من تحتيب بود ملك مصر بان أنه غاية تعمل وأنه في أقول إله نمشيغة بنا إله يكوح أنا وعابد كليه وحوي أنا ربكم العلا واكل ملك إله يهو سؤددك أي بركيستان ويسقى فرعون كبر كيسان باتر وميله يليها وكانوا كيسر أنا هو كيرون الله حليه ألا له الخلق والأمر ألا تنبه له ألا وحاوسنا الخلق أبورك إيه والأمر كلام كبا والأمر وأمر كي نهي يعني كلمات كبا الله بان يعني شرع كبا الله بالاول حكم كبا الله بالاول الأمر معناه هو مامل كي حكم كي كلمات كبا الله بان أبورك إيه كلام كبا الله بالاول وهو يقول يهان معتزلة وكيليهم له الخلق كلام قرانك ومخلوق بيد هذه مركا ماشينا لغوهر شوك سدي وحال إلى أبورك إيه قرانك والا كلا قاري وأمرك قرانك كلمة كلمات الله ودن باشيو قليه يوحى له إمامه له إيه ألا ليه والخلق إلهي ألا له وحاوسنا لي ألا الخلق أبور إيه والأمر كلمات إيه مامر نهي إيه أمر إيه شرع إيه حكام تبارك الله الله باسر إياه رب العالمين عالمين تربي قيدها تبارك وتعالى تبارك الله بخير بلن الله بسرية وحاليلي قلت عربتها هيدو قريتش في عربي من ديوان قريتش يا تبارك وتعالى ساي اوكال السريان يي دوني باريها مركا لو بحيشنو اللي سودة جيشن شير دير كرير ميجيغا اللي سودة جيشن شير كواد با اوكالتها جي بحل با كالتها جي دروان تبارك الجبل وتعالى بيت تبارك الجبل وتعالى انتو الله فولو كر الله سيفو لبلاده مركة تبارك الله الله با خير بدن او سرية رب العالمين عالمين تربي قيدها مركة هدو الله سبحانه وتعالى تبارك او يهي الله ما ملكي سيدا يهي ادعو ربكم خبقين بريا عابدا تضرعا مع تضرع خشوع معاد يو خفية تنسيق السودية انه الله سبحانه وتعالى لا يحب مجعل المعتدين كو حد قدبا وحوي المعتدين حد قدبوا أوردان الله ما تعالى قال هان دعاء دعاء اللي واحد قدبوا الله ما تعالى هو ما حد دعاء حد قدبوا فيه وحن مناسبة هم بوبري إله الجنة ما شاء أقص الرئيس إيجي إله إيجس الرئيس الشهادة الأنبياء إقلام مد إيه وحي اعتداها كمدة دعاء إن كر الله نواقه أو كر الله هذا دعاء وين أدي الله كر حيسا سبحانه وتعالى أدي الله كلي وين إذا كر حيسا حسن البصري وكيلها دعوة أنا جو حنسوق قاعد نقولي دعوة القرآن كحافظين كوا ودرس كذا أين أبين إنه قرآن كأغرية إن كله تدو حاتي للدعاء أن مركل يبقى قادم وهبن كسلاة الليل كتكل ودرس كذا أبين باتك وحوي هذا سو حاسوب حيقولي دد إني وحكر وأغرية موية وحكل بأيله ادعوا ربكم مركل الدعوة القرآن كدعاء ومسألة ودعاء عباد ادعوا ربكم ربكين عابد وادعوا ربكم ربكين بريء دعاء ومسألة ودعاء عباد الله بدو القرآن كون تضرع خشوع مع تضرع خشوع مع إذنك خشوع سنو الله وحوي أن سنك تاقين وسكد الليل وسكع عيارين إيا وخفية قسودي وصحان وفضلين دعاء المركواتين بركة دعاء هذا ابتدى وحوي قفكو وإنو آمنا إن الله أقبل يو هبك الرافة هذا يدون تين هدون تيك سنين ولا أقبل يو بركة قعمها كرقات كوضا محالي وحوي حديث فربضان أو فربضان باوحي شيء غيسا قعمها كر لو قاضي إلى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كل كلا دي سأي أركان إنتو صدا أكر قاضي هذا علماء قال صحابة دي تابعين تكمله يا قعمها كر قاضي كل دي دنا
qaar gacmaha taagi buu arkayo yaad gacmanta u taagi buu hoos ka atoo digbuu marka waxa uu wax laga yaba gacmaha taaga laftiisu inay qasoodiga ka saarto ducada marka sidaa tii ducada qasoodiga inay ka saarto marka ducadu waxa weeye ducada bil matal waqti wal bawal la raba waqti gaad kartaba laakin daacada dabadeed bil matal baad salaad baad afur baad zakat markii ijtimaac la isu yimaado markii la kala tagayo ducada mar wal bawal la raba مناسب ميل والبوالتاي آه. لكن دعادا هذا إنكو صلاة الدبادية هذا ويتبتا قف والبدعاء لقربا إنو صلاة الدبادية دعايستو والله قربا دعا واب الله ربا بس إذا يضبا وقت قايل للدعايستو لكن نبي قم الدعايي صلاة الدبادية أمين من لي اجتماعية كالو النبي قم أمين لي والله صور راي مركا جمعة أوكالي مركا الله باري ربضان أوكالي مركا ديب كجير أوكالي أمين بالو لي مركا بوحي نفادينينا بعد الصلاة انتو النبي دعيه ان امين لي تايو فادنا ان شاء الله تعالى ولا من انفي يا انفس مركه وي صفي عن هي الدعاء مركه دد علماء انه دعينيان وين انا امين نغان اكيد دعيني بعد صلاه دعاء والله ربا وين انا امين نغان لكن وين انه معناه هذا قرني مركه انا امين له هون مقلين حداد المقلين امين محل روحي انه قولي سغ دعيتا سوره قال وقت انه دد هبار يا سوره قال مركه هاوي دعاد مركي إنه آمين لنا هي آي مدري إنه دعي خير باي قوانه وإلهي إنه بريان وإنه إنه مغلي إنه آمين بار مركا لنا آمين تم ملايك تم مركا خير باي الله ليا ويا مركا الله سبحانه وتعالى وحولي إنه ألي لا يحب مجح على المعتدين كو حد قد بالدعاد كو حد قد باي وكرو دواقو قيليا مجح على كو وحان مناسبة هين بريانا مجح على الله وحولي ولا تفسدوها فسادنين في الأرض دولك بعد إصلاحها وناجين تيدا كذب انتو ألا إصلاحيي أو رسول الدري أو إسلامي ما تمد كذب قال لي ما هكو بيني انتو ألا إصلاحيي أبارتي كبح دي أو برواقة لكيني معصية هكو إصلاحيين أبارها هكو سبب بينهم وأرضاد إصلاح حسن وناكسين أو برواقة ده أو نعمة ده ألا كيني انتو هاد معصية كو سميسان هفساديني إسلامي ما دي باشرتي قال لي ما هكو سبب بدني وحال لعقية هاي هل مسألة أو شرعيه مركي ماشا كبح ده مثلا بعد لا سوق لي سوق هل مثلا مركي لو عمل فني واحد وماشي كبحده وحوي واصلاح يوم ماشي كتغي تخن باس يوم مركه هدي اي عبادته ان شرعي لو خلي خلاف وحبدن يا معصيري بابدنيس ولا تفسدوها فسادنين في الارض دونك بعد اصلاحها وناجنت هذا كذب والا وناجيي او بالاسلام هو وناجيي وادعوه الله بريا خوفا عبسي درت بريا iyo wadamaa rajjo adrajeenisan waxa weeyo qofka iyo damacu wa janaaha almu'mini qofka mu'minka labada garab uu ku dhaqan yahay weeyaan waxa weeyo qofku wuxuu keenay markaad alla ka baqdood meeshan ciqaabti soo dhigto imaanti ku dhigan mees damci iyo rajji markuu ku galana khayraati baa tamay qofka khayraat ka sameeynaa alu rajeenay marka qofka khayraat baa aan sameeynin qofkaasi alla ma rajeenayo qofka alla rajji waxa calaama u ah inuu khayraat ka sameeyo وادعوه الله بريا خوفا عبسي درتين وبريا أتكب قيسان عقابتي سي وضمع سجوء الرحمة دي سرجيني سان إن الرحمة الله الله الرحمة دي سو قريب ويؤدو دهي من المحسنين المحسنين ثوي أكتال قريب ويؤدو دهي وحوي وحي ربي كوي لي ياوي مركي إيمان خالص اللي ما دان خلاص وحي لي انتا كليم بابك حكتاب ويؤدو دهي معنى هذا وصيدة إن الرحمة الله الله الرحمة دي سو قريب ويؤدو دهي من المحسنين كوا محسنين تا وهو الله الذي الله يرسل الدره الرياح الدبيلها بشرا حالا بشارين دبيلها سي او خيرات يكو بشارين بين يدي رحمته رحمديسا حرت هذا يدر يا الله سبحانه وتعالى وحاوي ومدرك كسوقا مركا دبيش السبل ليدهن ضروره هي كعن دبيل كلنا وي اورورين دبيل كلنا وي هرسون دبيل كلنا وي كلافرين دبوره دبيش ليده وي كلافرين يدو تاس waa dabayl adag weeyo ciqaab weeyo saddex dabaylood oo mid way ciin daruuraha midna way isku ururin midna way kaxayno waxa weeyo meeshii lagu wado yeygeen dabuur haday timaado way kala fariin waa xil irki waa naqfuray wuxuu allee alladi allah way yirsulu riyaha dabaylaha dira bushran halu yahay bishaaro bishaareeyayaal dabayluhu bayni idin raxmatihi buu dira raxmadiisa hortooda waa dabaysho gaaminaysa madarka hataa idaa aqallat markay xambaarto dabayshu صحابا ضرور ثقالا وعلس بيه كبتان سقناه وحنوه قامن بألا ليه لبلد إلى بلد قبل أما الدل ميت ردنتو أبارا فأنزلنا وانصو صارنا به
بالماء أما فأنزلنا واندجينينا أنزلنا واندجينينا به بالأرض ده أرض ده بلد كاسان كود دجينينا هذا ضمير كأرض ده علشو بلد كاسان أما فأنزلنا به منه من الصحابي ضرورته حق هذا وحن كد دجينينا الماء بيه فأخرجنا وحن كسو سارينا به بيها سببت هذا من كل ثمرات من الأردن كل من الأردن لسو سارينا دول كي هاد بيرا بارتا هم بعد ضرور وين سوك عوهوريو حقي حق وانك تبايا منه aan sadan baadar kisagu cagaar oo meeshii barwaaqo hatta sagaartina ay dareen soo madmaalinta dib arki beerti markaa la beereen markaa hore ka soo baxaysa way wa markay sanoonadu jirtay way hatta ila qalad markay xambaarto dabayshu sahaban daruur fiqalano culus ubihi usleeye bihi sida suqnahu wan hoggaaminayna balale wan kaxaynayna garo li balad ila baladin wadan mayitno dhinto abaara فانزلنا وان كد جنينا به بلدك الماء بيان كد جن وبه بلدك اينا دعو علسو وشي عالتاني فاخرجنا وان نقصه ساري به بسبب الماء بيها سبب طوضا من كل تمرات من الأردن وحي حوايان كعوني شري وحي داد كعوني شري وحاسودا كذلك السيدار دول كاردين تيلون نولي يان نخرج الموتى كواردين تيلون صبحين معنى هو اتصالة لين سينا يا الله انو صبحين دون الضد كاردين تيل وبين هرتا لابعك meesham baba ahaydo abaarta ahaydo wax nabad lahayn oo qallalay roobtiiba ku daayay hor ka soo baxay marka munaasabahan waxa la yiri bil mathal maul hayat biye la yiraahdo maul hayawan biye la yiraahdo ya ku daayay dadka markii nafqada hore ka dib waxay ku soo dii nafqada hore nafqada lagu dhimanayo ka dib biyahaasa soo dii afartan maalmood bay ku daayaan dibic walba ruux bay ku hagaag bas halkaas la soo bixiyo lagu soo baxay waaba sidaas la leeyahay waxaa kaloo la leeyahay qofka manida laga abuuray saddex dhibcood baa laga dhigay mid waa ta laga abuurayo midna jirkay ku baabi'in midna samada lagay taa weeye ta ku soo daaysa cajbidana fi oo baabi'in bay ku dhacaysaa waa la leeyahay marka munaasabadaas aad jirta oo sida dhulkan biyaha loogu nooleeyo yaa meydkana loogu soo nooleyn biyo loogu soo nooleyn alla u waraabinay kadaalika sidaas aan dhulka u nooleyna nuu ku jilmuuta kuwa dhintayna u soo saarayna maxaa sidaa la idinku sheegay lacalakum tadakkaruuna inaad waantuntaan waxaa tusaalaha laydiin siiyo laydiinku mitaaliyey inaad waatootaan oo xaqiiqada fahamtaan yaa laydiin yaa sidaas laydiinku sheegay wey wallaahi subxaanahu wa ta'aala alam.